السلام عليكم ورحمة الله. كيف نرسم منزل يا أحباب بطريقة سهلة وبسيطة؟ راح نبدأ نكتب رقم 40 بهاي الطريقة. طبعا احنا بنحاول نكتب الأرقام علشان نسهل الأمر على خاصة المبتدئين اللي حابين يتعلموا الرسم. فبنرجع نذكركم يا أحباب بالنسبة للورق اللي أمامكم هو ورق طباعة. الأقلام نستخدم هي أقلام خط عربي سريعة النشفان، كان نستخدم كمان ألوان سبورة أو أقلام تلوين إذا متوفرة عندك تقدر تلون فيها. فبتمنى من الجميع يا احبابي اللي حبنا حب محتوانا يدعمنا على هاي القناه ويعمل اشتراك علشان يدعم القناه ويستمر في تعليم الرسم. كمان يا احباب بامكانكم تفعلوا زر التنبيه علشان يوصلكم اشعارات بالمقاطع اللي حملها. كان معكم اخوكم نديم يتعلم الرسم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.